أميكو عربي هي هيئة أمهر الإعلامية وتقدم لكم برامج متعددة مثل منتدى أميكو، وهو برنامج للنقاش والحوار في المواضيع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكذا برنامج للتواصل الفكري والثقافي وطرح المواضيع ومناقشتها من أجل الوصول إلى حلول ونتائج. وحدة هذه البرامج هو اكتشف أمهرة، وهو برنامج تسليط الضوء على معالم أمهرة وبلادنا في العادات والتقاليد والآثار، وكذلك أيضا لعكس صورة الاستثمار في البلاد والطبيعة السياحية الخلابة. بالإضافة إلى البرامج نقدم أخبار أميكو للاطلاع على التطورات والأحداث على الصعيد الدولي والمحلي. ومن استديو أديس أبابا سيبدأ بثنا في 6 سبتمبر، وهذا عادل التقويم الأثيوبي باغمي أند أو باغمي واحد، الساعة 10:30 إلى 11:00 مساء بالتوقيت الأثيوبي، أو الساعة 4:30 إلى 5:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة.